السلام عليكم. في حلقة جديدة من سلسلة قصة رمضانية غادي نهضروا على واحد البنت عانس قتلت خوها المدمن على الخمر. كانت تقريبا شي 2:30 ديك الصباح وهي كانت مازال مدة فوق السرير ديال غرفة النوم ديالها وحيدة في منزل العائلة في انتظار يجيها النوم اللي خرجها من مما هي فيه من تفكير مؤرق، التفكير اللي كي العميق واللي كيأرقها حول مآل الحياة ديالها في عمر في الأربعينات ومازال ما تزوجات. النوم جفل من عيونها، وصلت واحد السن فقدت فيها الأمل في أن شي نهار يجي ترقب بها شي شخص ترتبط معاه وتبني معه أسرة تحت مساومها للأسف للزواج. عانست ويأست من انتظار ولا أمل يلوح في الأفق. ولاد اليوم كارتبطوا بزوجات شابات أكثر جمالا منها، ما كيهمهمش حسن السيرة ولا السلوك ديال السيدة بقدر ما كيهمهم شدوا معهم الطريق. مرت دقات الساعة رتيبة وهي كانت شاردة في ليل ما كيسمحش فيه إلا أو ما كيتحد ما كيتسمع فيه إلا النباح ديال الكلاب الضالة في ذاك الحي القريب واحد الخزان ديال الماء. فجأة سمعت دقات قوية على الباب، سألت مع راسها شكون يكون كيكسر عليها الباب وسكون الليل. كل العائلة هجرت الدار، حتى أمها العجوز سافرت بتزور ولدها في واحد المدينة شرقية. خمرتها مجموعة من الأسئلة والشكوك وهي كتحاول تهتدي الهوية شكون اللي كيطرق عليها الباب في ديك الساعة متأخرة من الليل، قبل ما تتذكر أن لها أخا كبير عليه بعامين ولا تراه في المنزل إلا لإماما قليل ما كيجي. ونهار اللي كيدخل للدار كيدخل متأخر طبعا، كيغادروا في آخر في أول الليل بعد نوم طويل. الشقيق كان لاعب سابق في فريق محلي ديال الكرة، غدر به الزمان وتحول هو من شاب طموح رغم التعثر ديالو في المجال الدراسي إلا أنه تحول إلى شخص اتكالي كينتظر الصدقة لخوتو اللي بعد باش يوفي بالحاجيات ديالو من المخدرات والخمر المدمن عليها. هو شاب مفلس لا يعمل، ينام النهار كامل ويقوم الليل ماشي باش يصلي انما باش يعاقر الخمر مع رفاق السوء واحد الموقع خالي قريب من هذا الحي فين ساكنين. حالو ما كانش كيرضيها ابدا ولا السلوك ديالو، كل مره جاي بيلا حتى انها كانت كتحاشى باش تجلس معاه او تحدث معاه، شتان بيناتهم من فوارق وكأنهما ما خرجوش من نفس الرحم. هي محبة للحياة ومقبلة عليها، تعيش مما تكسب من التجارة ديالها في بيع الملابس النسائية في واحد المحل عندها في المدينة. ما كتنتظر الصدقة لا خوها ولا الشفقة ديال اختها، كتعتمد على نفسها وحريصة على ممارسة الرياضة رغم التقدم ديالها في السن. كل صباح كانت كتوجه لواحد الغابة مجاورة في الطريق الوطنية بتجري وتحافظ على صحتها وعلى رشاقتها اللي ما شفعاتش ليها في ملاقات شكون اللي يفتتن بها ويتصابط بها وتكون معاه أسرة وأبناء. العنوسة ديالها كانت كتأرقها بزاف وهي مصدر المشاكل ديالها والتعاسة ديالها، رغم أنها كانت كتتظاهر بغير ذلك وأنها سعيدة ومخصصة خيره. دقت الباب غير ما زادت، وزاد الأمر من منسوب الحيرة ديالها والقلق والغضب ديالها في تلك الليلة. بعد التفكير اهتدت شكون يكون كيطرق بابها في تلك الليل. هو خوها اللي سئمت العودة ديالو كل ليلة على نفس الحالة، سكران كيقدرش على الحركة، رجل كيضرب رجل. لكنها استغربات كيفاش مفتحش الباب بمفتاح، خاصة ان عنده مفتاح السالوت ديال الباب طاح، ربما ما كانش كيقدر يتحكم حتى في يديه بشكل باش يمكن له يفتح الباب بديك المفتاح اللي عنده. لا حول ولا قوة الا بالله، سالين غادي تبقى على هذه الحاله، اللهم الله يعفو عليه الله يعفو عليه. هادشي اللي قالت وهي كتنوض من السرير ديالها قبل ما تسمع صوت مزمجها. كان مرارا ما كيحترمش الصبر ديالها، كيسبها ولو انه هو المخطئ. هاد الوضع تالفات معاه وتعايشت معاه كما مع شقيق خارج قوالب الاحترام. ما كاينش مسرعه خرجت ملي سمعته كيغوت باش من تشوهات مع الجيران، خرجت مسرعة إلى الباب باش تحاشى الصدام معه وإرد فعل منه.
بلات هاد السلوك ديالها والتصرف وهاد قلة الاحترام ليها ولنفسه أيضا. لكن ما تحاشته وقع، الله فتحت الباب حتى طلق العنان اللسان ديالو بدا كيقذف فيها بالنسي من الكلمات السوقية بالحزام لتحت. بالكاد كان كيتحرك، الخمر أفقده حتى التوازن ديالو والقدرة ديالو على الحركة والاتزان والتعقل، وهاد الوضع وحال من سنين وهي تبلات به وملي بشرى وهي تبلات به. حلات له الباب وترك خلاته وتحاشت تتحدث معه وتوجهت مباشرة للغرفة ديالها وأحكمت الإغلاق ديال الباب. قالت له على الأقل احترم الجيران، الناس ناعسين، شحال من مرة ما كيشكيو لي من الوضع، هاد العودة ديالك في آخر الليل كتصدعهم. وقلت له انا ما عندي، ما بقاليش الوجه باش نعتذر لهم من جديد. ما قالت له غير النصيحة، أرشدته فين كاين العشاء باش ممكن يتعشى في الكوزينة، لكن ما سكتش كالعادة ديالها. واصل العتاب على علاش ما تحليش الباب بسرعة، سبها بكلمات نابية، عايرها بما ليس فيها ما خلى ما قال فيها بلا ما يحترم الصبر ديالها والإزعاج الجيران بداك الحي الهادئ. هي تجاهلاته ولكن ما خلاهاش، كرر الدق على الباب الغرفة ديالها المغلقة بواحد الطريقة عصبية، وكان كيمطرها بعبارة السب الصبر الصبر الطويلة قبل ما ينفد هذا الصبر. خرجت وجاته بمثل ما قام به، عيرته بكل ما فيه، الخمول ديالو والكسل ديالو والاتكالية ديالو على خوتو يعطي واحد مصروف، وزاد منسوب الغضب ديالهم بجوج من الطرفين وتدريجيا. حاول باش يضربها بواحد البنية لكنها رداتو، البنية الرياضية ديالها أقوى رغم المرض ديالها بدا السكري. العكس ديالو هو الإدمان ديالو على الخمر والحشيش، جعل الجسم ديالو نحيل وزادوا تز الحالة ديال السوق المفرط الهشاشة، الحالة اللي كان عليها ما واجهتوش بالمثل إلا لما أحكم يديه على العنق ديالها محاولة باش يخنقها. حينها دفعت وترجعت للور، وما اكتفت غير بالضرب ديالو، توجهت حتى للكوزينة، جابت واحد الموس وجهت له ضربات متتالية في حالة وهي في حالة عصبية للجسم ديالو، جوج منها جاتو في البطن ديالو والباقي تحاشاه. ما حسات بالندم حتى وهي كتشوفو، ما ندمات حتى وهي كتشوفو، القوة ديالو خارت وسقطت في الأرض مدرج في الدم ديالو، وهو كيعاتبها على الدراج ضربيني عاد ندمات. جلست حداه كتبكيه وتبكي لحط العصير ديالها اللي خلاها تعيش مع أخ ما كيقدرش المسؤولية، فكرت ماليا في طريقة باش تتخلص بها بعد ما مات، بس تخلص من الجثة ديالو وتخفي معالم هاد الجريمة اللي ارتكبتها صدفة تحت الضغط الاستفزاز. اعتادت بعد ما تيقنت من الوفاة ديالو باش تحمل الجثة خارج الدار، حملتها إلى حيث كان يعاقر الخمر مع زملائه في ديك البلاصة الخاوية القريبة من الحي، من تماك تخلصت منها قبل ما تتصل بمصالح الأمن مقدمة بلاغا حول الاختفاء الغامض ديالو وخبرات بعدم عودة الشقيق ديالها إلى المنزل. عبثا حاولت تحبك السيناريو ديال قصة القتل ديالو من طرف مجهول، لكن حقيقة غادي تبان. ما دازت إلا ساعات على انطلاق البحث حتى وصلت الشرطة بواحد اتصال مع واحد الشخص أبلغ على العثور على الضحية جثة هامدة قرب خزان الماء. وبعد المعاينات تم نقل الجثة المسودة للأموات، جرح كانت باينة على الصدر ديالو في وجه الكرش. فرضية القتل ديالو كانت هي الأرجح ما بين كل الفرضيات المحتملة، لكن الأحدى توقع باش تكون خطوة هي اللي قتلته رغم أنها تبقى مشتبه فيها. الشرطة سمعت الأخت وانكرت، لكن عناصر ديال البوليس لابيجي جمعوا أدلة مادية من حيث عثر على الجثة، ومشاو أيضا للدار فين كانوا ساكنين الأخ والأخت، مشاو للغرفة ديال الهالك الغرفة ديالها ومشطوها، مشطو المنزل، وخا نطفاتو البنت بقاو الأثار، بقع دم في الدروج ديال العمارة. غادي تفضح كلشي بعد ما اتضح أنها للهالك، يعني السيد تقتل دخل الدار وتهز وتم التخلص من الجثة ديالو خارج الدار، حقيقة وجهت بها الأخت قبل ما تعترف بالجريمة، وتحاكم أمام غرفة الجنايات الابتدائية اللي حكمت عليها 10 سنين ديال الحبس. إيدتها
الغرفة الجنائية السينافية ومازال كتقضيها في السجن، مازال ما سالاتهاش. والله يفرج، وشكرا جزيلا لحسن استماعكم.